اللي فيها جماهير اولمبيك اسفي تنظيم اكثر من رائع من السلطه، يعني تنظيم صراحه الله تنظيم واعر كيف في المنطقه المحسوبه على جماهير اولمبيك اسفي. كنحاول نعيشكم جميع الاجواء في جلبات ديال مركب محمد الخامس، يعني جميع الزونات ما بينهم زون 4 3 5 6 7. هذه المنطقة المخصصة لفريق جماهير أولمبيك آسفي. صراحة تنظيم في المستوى، هادشي اللي عرفتي كيبان هو التنظيم في المستوى، كلشي كيدخل بطريقة حضارية، ما كاين لا شباب لا والو. ويوسف بوفي ديديكاس اخويا فاطمة الزهراء الرجوية، سلام اختي. نحطكم في امام الصورة بحال كاينين في التيران، تعيشوا اجواء المباراة الكواليس ديالها، لا من جماهير فريق الرجاء الرياضي لا من جماهير اولمبيك اسفي اللي حاضرة بقوة صراحة. يعني كاين تقريبا شي 5000 اللي جا من مدينة اسفي لمدينة الدار البيضاء. هو التنظيم، يعني التنظيم يعني في المستوى صراحة.
سوينغ. جات يا ويلي هذاك هذاك مسفيوي هذاك ضربه من البلطان ديال الكويره. كاين مول سوينغ. فريق الرجاء الرياضي بطبيعه الحال، وغادي نسالي اللايف غادي نمشي للزون زون 6 واقيلا غنمشي دابا، يعني نواكبوا جماهير فريق الرجاء الرياضي.